السلام عليكم ومرحبا بكم في مجلة الطبخ مع زهرة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم وصفة ديال الفقاس المربع المشهور، واللي غادي نحتاجو ليه 3 ديال البيضات، كاس ديال العنبة السكر الثقيل، 4 كاس ديال العنبة من الزيت، معلقة كبيرة ماء الزهر، معلقة كبيرة جنجلان محمر، زلافة ديال اللوز كامل أو 100 غرام، 100 غرام ديال المشمش يابس مقطع مربعات صغار، 7 غرام ديال الخميرة الكيماوية، 7 غرام ديال السكر المنسم بالفاني، و 250 غرام ديال الدقيق. نبداو بسم الله. كنوضعوا البيض، كنزيدوا عليه السكر الثقيل، ثم الزيت وماء الزهر وجنجلان والخميره والفاني. انا ما تنديرش الملح، ممكن تضيفوه. وعاد كنضيف الدقيق شويه شويه، خاص العجين يكون ثقيل ماشي قاصح بحال هكذا. وعاد كنضيفوا المشمش واللوز. انا بقات لي معلقه ديال الدقيق في الاخير ما استعملتهاش. نجيو للقوالب اللي غادي نستعملو. فكاين نوعين، نوع طويل بحال هذا ونوع بحال هذا، وكلهم خاص نتقلو عليهم بصفيحه من ديال الفرن من فوق منهم. ملي يكون غندخلوه الفران خاصنا نديرو صفيحه فوق منهم ثقيله باش ما تخرجناش العجين على برا في الطياب. انا غادي نستعمل هذا النوع لانه بالنسبه لي احسن. كندهنوه من الداخل وكنعمروه وكنخليو الربع ديالو خاوي باش يلقى الفقاس فين يخمر، وكنوضعو فوقو صفيحه ديال الفرن ثقيله وكندخلوه للفران. كنسخنوا الفران على درجة حرارة متوسطة 180 درجة وكنخليوه 45 دقيقة في الفران. وملي كنجبدوه كنخليوه يبرد شوية، ومن بعد كنخرجوه من القالب غير بشوية وكيكون على هذا الشكل. انا درته في منديل ومن بعد في بلاستيك وخليته بات ليلة عاد يمكن لي نقطعه. والتقطع ديالو ماشي صعيب، يمكن نستعملو هاد الموس العادي او هاد الموس اللي كنلقاوه عند المكتبات، غير هو راه حاد بزاف وانا ما كنستعملوش. نبداو نقطعو بهاد الطريقه، فهو ما كيضيع منه والو وكيجي مربع والشكل ديالو رائع كيف ما كيبان لكم. ملي كنساليو كنحطوه في صفيحه ديال الفرن وكنديروه في الفران على درجه حراره متوسطه وكنقابلوه. ملي كيبان اللون اللي بغينا كنخرجوه وكيجي هكذا. اذا عجبتكم الوصفه ديروا جيمي لافيديو، بارطاجيوها مع اصدقائكم وانضموا للقناه. واي استفسار او وصفه بغيتوا نوجدوها للعيد خليوها لي في التعليقات.